العشرينيين أوضحوها وأكدوها، وانتهى القرار أنهم بعيدين عن الطرفين في هذا السجال. هذا سجال سياسي وليس سجال شعبي، وتشرين ثورة شعبية. أما الشعارات التشرينية يتشدق بها كل من التيار والإطار، جميعهم يدعون إلى الفضيلة ويتناسون أنفسهم ماذا فعلوا بتشرين وأبناء تشرين، وماذا فعلوا جميعهم طيلة 18 سنة. إلا أن تشرين أصبحت بالنسبة إليهم كبردة الرسول صلى الله عليه، جميعهم يتمنون أن يلتحفوا بهذه البردة ولن يستطيعوا ذلك. ما فعلوا إن لم يبدأوا بإصلاح أنفسهم.